انا رديتكم تشوفوا الشعر ايوه ديالي، شوفوا البنات الشعر ديالي كيفاش كان قبل، شوفوا هاد الصوره البنات اللي كتشوفوا فيها دابا، شوفوا الشعر ديالي كيفاش كان قبل. راه الشعر ديالي يا البنات راه كنت كنبكي بالليل وبالنهار، راه الشعر ديالي يا البنات انا راه كان كيتفرتت، عرفتي شنو هي كيتفرتت. اللي ينفعني البنات هما هاد الكيغاتين اللي كنشارك معاكم، هاد الكيغاتين البنات اللي كنشارك معاكم راه من اروع وافخم الكيغاتين اللي غادي يرمموا لك الزغبه. الزغبه غادي تحيا من جديد، غتحيا غتكون ماتت وغتعاود تحيا. خليكم معايا البنات من الاول لا فيديو حتى الاخر لا فيديو باش تشوفوا مكونات هاد الكيغاتين. الا فلتو البنات راه فلتو كلشي. سلام البنات، لاباس عليكم، شخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخيرين وعلى خير ان شاء الله، اش كتعاودوا كلشي على خير، اموركم مزيانه. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره ما تنسيش تكتب لنا واحد لايك واشتركي دابا في القناه وفعلي الجرس باش اي فيديو ان شاء الله حطيته في القناه يوصلك انت الاولى. اليوم البنات تحت الطلب ديالكم غنشارك معكم من اروع وافخم ليكيغاتين يا البنات. هذا زيدوه على ليكيغاتين اللي شاركت معكم. الحمد لله اي وصفه ديال الكيغاتين للشعر، لترميم الشعر او ترطيب الشعر او تطويل الشعر، الحمد لله البنات كاملين اللي في القناه كيجربوا. شكرا لكم بزاف، وكيجيو كيكتبوا الراي ديالهم في لي كومونتير. شكرا لكم البنات بزاف 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 من كل قلبي، انكم ملي كتجربوا واحد الوصفه وكتعطيكم النتيجه. البنات اش غادي نقول لكم؟ هاد الكيغاتين اللي غادي نعطيكم اش غنقول لكم؟ من اروع ما يكون يا البنات. واحد الترميم، واحد الترميم كيرمم الزغبه يا اختي. اش غنقول لكم؟ واخا يكون الشعر ديالك جيكس جيكس جيكس، عرفتي شنو هي الجيكس؟ انا رديتكم تشوفوا الشعر ديالي، تشوفوا البنات الشعر ديالي كيفاش كان قبل. شوفوا هاد الصوره البنات اللي كتشوفوا فيها دابا، شوفوا الشعر ديالي كيفاش كان قبل. راه الشعر ديالي يا البنات راه كنت كنبكي بالليل وبالنهار، راه واحد الدرجه ولا الشعر ديالي غنقول انا راه الشعر ديالي كان كيتفرتت. عرفتي شنو هي كيتفرتت؟ كيتفرتت الزغبه كتفرتت. ما غنعاودش لكم البنات انا كان وبهاد الوصفه وبوصفات اللي شاركت معكم في القنوات ووصفات جايه ان شاء الله البنات غنقول لكم غترحموني وغتشكروني على هاد الكيغاتين اللي كنشارك معكم. البنات راه تهنيت من شي حاجه سميتها السوشوار نهائيا، ما بقيتش كندير شي حاجه سميتها السوشوار الشعر ديالي. اذا البنات ما غاديش نطول عليكم، بغيتكم البنات توصلوا لي هاد لا فيديو لاكبر عدد ديال لي لايك. علاش ما قديتوا البنات وصلوا لي هاد العدد اكبر عدد ديال لي لايك وبارطاجيوه باش البنات كاملين يستافدوا ان شاء الله. قد ما انا استفدت من واحد الحاجه بغيتهم كاملين والبنات كاملين يستافدوا باش اللي شعرها مسكينه مضرر ولا مكسر ولا مسكين حالته تعالجوا، تعالج الشعر ديالها، لا يمشي لها الشعر ديالها وتبقى مسكينه بلا شعر. اذا البنات ما غاديش نطول عليكم ونخليكم ان شاء الله مع مكونات الوصفه وطريقه التطبيق. اول مكون ان شاء الله غادي نحتاجه في الكيراتين ديالنا هو الروز اللي كيكون اللون ديالو ابيض اللي كنديروا مع الحليب البنات، راه معروف الرز الابيض. غادي بالنسبه للكميه ديال الرز نتوما البنات على حساب الشعر ديالكم، واش شعركم طويل، واش الشعر ديالكم كثيف، واش بغيتو ديروا بغيتي ديريه انت وبنياتك او وليداتك. المهم انا بالنسبه لهاد الكيغاتين ان شاء الله غنديروا انا والاخت ديالي. غادي نحتاج تقريبا واحد الكاس اللي غادي يكون صغير ديال الرز، تقريبا كاس ديال الاتاي اللي كنشربوا فيه اتاي يكون كبير، وغادي نزيد عليه كاس كبير ديال الماء يكون عامر، وغادي نزيد عليه جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. الا عندكم زيت العاديه غير النباتيه تقدروا ديروها ماشي مشكل، يعني المهم الزيت. من بعد غادي نحطوه فوق البوطه كيف ما كتشوفوا البنات، وغادي نرخفو عليه ونخليه يطيب على خاطرو. ما شاء الله راه ما كيبقاش معنا الزيت كيف ما كتشوفوا، سبحان الله العظيم. داك الروز كيشرب الزيت. من بعد البنات غادي نزيد واحد الكاس كبير واحد اخر، لانه واحد شويه غادي تشرب معكم وغيكون باقي مازال ما طابش الرز. نتوما غادي تزيدوا كاس كيف ما كتشوفوا البنات، راه كنعطيكم التدقيق التدقيق والمقادير المضبوطه باش ينجح معكم كل شيء ان شاء الله. صافي من بعد من غادي يطيب معكم الرز غادي تشدوه غادي تطحنوه في المولينكس او الميكسور كيف ما كتشوفوا البنات، هكا كيولي عندنا، ما تخليوش فيه حتى شي حاجه، يتطحن مزيان مزيان طحنوه. من بعد المكون ان شاء الله اللي غادي نزيدو عليه بيضه، الا عندكم البنات البيض البلدي مزيان، ما عندكمش ديروا غير بيضه عاديه. من بعد غادي نزيد معلقه اللي غادي تكون كبيره من زيت جوز الهند. بالنسبه للزيوت البنات فهما اختياريين، اي زيت عندك في الدار ممكن تزيديه في هاد الكيغاتين، ماشي بالضروره الزيوت اللي عندي. وغادي نزيد معلقه كبيره ديال زيت الخروع، ما شاء الله هاد الزيوت البنات اللي غادي نزيد راه كتنبت الشعر من الجذر ديالها ما شاء الله. في نفس الوقت انت كتعالجي الشعر ديالك وكتطوليه في نفس الوقت، واش غنقول لكم؟ رائع رائع البنات. وغادي نزيد معلقه ديال زيت الافوكا كيف ما كتشوفوا،
ومن بعد غادي نزيد معلقه ديال زيت الجرجير. هذا الجرجير البنات انا ما كنستغناش عليه، واخا الريحه ديالو قاصحه شويه، ولكن يا البنات راه اش كيدير في التطويل الشعر ما شاء الله. من بعد غادي نزيد النشا الذره اللي هي مايزينا. البنات المايزينا خطيره في شي حاجه ديال ترطيب الشعر، غزاله 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 يا البنات، انا ما كنستغناش عليها نهائيا. انا راه في التسالي نمشي نشريها ما يمكنش. غادي نزيد جوج معالق اللي غادي تكون كبيره بالنسبه لهاد الكميه البنات، فراه غتكفيني انا والاخت ديالي. وغادي نخلط مزيان، وخليكم معايا البنات حتى الاخر ديال الفيديو باش نوريكم طريقه الاستعمال ان شاء الله. هانتوما البنات بالنسبه للكيراتين ديالنا ها هو كيف ما كتشوفوا البنات، شوفوا ما شاء الله كيفاش داير، شوفوا تبارك الله كيفاش طايح ما شاء الله البنات. الا ما جربتوش راه ما جربتو حتى شي حاجه البنات، جربوا الوصفات، جربوا البنات الكيراتين اللي كنعطيكم. الحمد لله البنات اللي عندي في القناه راه كاملين كيجربوا الكيراتين اللي كنحط لهم، كلشي كيجرب ما شاء الله البنات كاملين كيعطيوهم نتيجه. هانتوما البنات شوف اول حاجه شنو غادي نديرو، كيف ما ولفاكم البنات في اي كيراتين كنديرو ضروري ما كنمشطو الشعر، ضروري ما تخلي حتى شي تخبيله في الشعر ديالك، ما تخلي حتى شي تخبيله في الشعر ديالك، مشطيه بحال هكا، مشطي الشعر ديالك بحال هكا قسمي الشعر ديالك على جوج وتنشطيه هكا، تنشطي من التحت وانتي طالعه كتنشطي في الفوق باش ما يطيحش لك الشعر صافي، ما تخلي حتى شي تخبيله عندك في الشعر نهائيا صافي بحال هكا. ونبداو البنات نخدمو نقفط بحال هكا هانتوما، وغادي نقسمو الشعر كيف ما قلت لكم بحال هكا على زوج، وغادي نبداو نخدمو. المهم غناخدو شويه ديال الخليط بحال هكا هانتوما البنات، شوفوا ما شاء الله عطي واحد الملمس ما شاء الله هانتوما، وكتبداو تطبقو يا بسم الله، وكتبداي تطبقي في الشعر ديالك بحال هكا، وكتركزي على البلايص اللي عندك ناشفين مصوطين محروقين هانتوما بحال هكا، وتنخدمو حتى في الجذور لانه هاد الكيراتين كيطول الشعر بواحد الصوره اللي ما يمكنش تخيلوها البنات، رائع رائع هانتوما. وتنخدمو حتى الجذور ديال الشعر بحال هكا مزيان مزيان، ونخدمو هكا كيما قلت لكم، تركزوا على البلايص اللي عندكم فيها منشوفيه اللي ناشفه عندكم، اكثر يد البنات كتكون في هاد لابارتي هنا في هاد البلاصه هنا فين كيكون داك التقصف وديك المنشوفيه، وكنبداو نخدمو بحال هكا مزيان مزيان مزيان، وانت كتجبدي الزغبه وكتحاولي تدخلي ليها هاد الكيراتين ديال بحال هكا. ونبدا البلاصه اللي تتحسي بها ناشفه بداي تخدميها بحال هكا بحال هكا مزيان مزيان مزيان، من بعد عاود طبقه وحده اخرى فوق منها بحال هكا، حتى كنحس بالشعر ديالي تنقول لكم واحد الاحساس كتحسي في يديك. البنات اللي كيجربوا الوصفه ديال الكيراتين راه غادي يعرفوني علاش كنهضر، واحد الرطوبيه وواحد الملوسيه كتحسيها في ال هانتوما البنات ما شاء الله، شوفوا كيفاش كيولي الشعر تبارك الله، هانتوما شوف شوفوا الزغبه كيفاش كتولي، هانتوما شوفوا شفتوا كتولي كتولي طايحه 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 الزغبه هابطه هابطه نازله ما شاء الله هانتوما، وكتدخلي مزيان مزيان وكتركزي على هاد البلايص اللي عندك هنا، هاد البلايص اللي عندك فيهم التقصف بحال هكا صافي شوف شفتو دابا صافي راه تخدمات مزيان، شوفوا كيفاش كتولي الزغبه صافي. دابا غادي ندوزو نكملو الشعر ديالنا كامل، غنبداو خصله بخصله خصله بخصله البنات، ماشي ديروا لي الشعر كامل وتبداو تخدموا، لا خدموا خصله بخصله خصله بخصله حتى كتكملي الشعر ديالك كامل. مني غادي نكملو البنات نتلاقاو باش نوريكم ان شاء الله شنو غادي نديرو صافي البنات. كيف ما قلت لكم ملي كتكملوا النص الاخر وهاد النص، ملي كتكملي كتجيبي واحد شويه وكتعاودي تطبقي على الشعر كامل بحال هكا هانتوما، كتزيدي طبقه واحده اخرى تكون غليظه مزيان، ومارسي الشعر ديالك بحال هكا
مزيان صافي على هكا. وانا ما شاء الله راه بقى لي الكميه. بالنسبه لهاد الكميه فانا غندير اختي، ها هي يعني انا معوله انا اللي غندير انا وياها هاد الكيراتي كيف ما كتشوفوا. راه ما شاء الله كما قلت لكم راه غادي يقضي لك انت خواتاته كلهم ما شاء الله كميه يعني كبيره. صافي بحال هكا، من بعد غادي تجمعي الشعر ديالك بحال هكا عادي هكا، وجمعي بحال هكا وماسي مزيان، ما تخليش شي تلويه هنا ولا شي حاجه. مزيان مزيان، وديري بحال هكا طيب بحال هكا مزيان صافي. من بعد غادي تجيبي شي بلاستيكه ولا سلوفان ولا اي حاجه عندك، وغادي تدوريها على الشعر ديالك مزيان. السلوفان راه ما كيخليش ليا ولدي، ما عرفتش كيفاش كيشدو كي ما عرفتش كيبقى يلوي على الطبله، يلوي 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 على الطبله. هانتو بحال هكا قلت لكم السلوفان عندكم ولا عندكم ميكا دي كان، غادي تشدي وغادي ديري على الشعر ديالك بحال هكا صافي. كيف ما قلت لكم غادي تجيبوا شي زويف بحال هكا وغادي تلوي على الراس ديالك بحال هكا، غير يسخن الشعر ديالكم مزيان مزيان صافي. كتخليه من ساعه حتى لربع سوايع صافي، ومن بعد كتغسلي الشعر ديالك، كتغسليه بالشامبو مزيان مزيان، ومن بعد كديري واحد ديميلور ولا الماسك ديالو وشوفي انت شنو باش كتخدمي الشعر ديالك. من بعد غادي تنشفي الشعر ديالك مزيان. نتوما عارفين البنات النتيجه، راكم وليتوا عارفين الحمد لله الشعر كيفاش كيخرج، اللهم لك الحمد يعني وليت بلا ما نبقى نوريكم النتيجه وداكشي، يعني نتوما راه وليتوا عارفين النتيجه، يعني غير باش بلا ما نبقى نطول عليكم لا فيديو وداكشي. البنات ما كيبغوش الفيديو يكون طويل بزاف، الا بينت لكم النتيجه فالفيديو غادي يبان طويل بزاف، وانا كنبقى نزرب نزرب في لا فيديو وهادي وهكا وكيجي فيديو طويل. يعني نتوما اللي كيغاتين ديالي الحمد لله راكم وليتوا عارفين النتيجه الحمد لله والشكر لله. اذا البنات شنو غادي ديروا من بعد؟ من بعد ملي غادي تغسلي الشعر ديالك غادي تنشفيه، بغيتي تنشفيه بالسوشوار بغيتي تخليه حتى ينشف بوحدو. دابا البرد ضروري ما تنشفوش شويه بالسوشوار غير باش ما يبقاش فازق ليكم، ولا خليه حتى ينشف بوحدو ماشي مشكل. من بعد شنو غادي ديري؟ غادي دهني شويه بالسيروم ولا بالسيروم اللي كدهني به الشعر ديالك. من بعد غادي تدوري الباتشا، الا ما بغيتيش باتشا غير ضفري الشعر ديالك، ضفريه بحال هكا على شكل ثلاثه ولا ديري غير سفنجه، المهم الشعر ديالك يرتاح ضروري. من بعد كي غاتي ضروري الشعر يرتاح وصافي، وكديري واحد الزويف باش الزغبه تطلق تطلق مزيان، تنفس تنفس الزغبه وصافي البنات. واحد ربع سوايع واجي حلي الشعر ديالك وشوفي الشعر ديالك تبارك الله كيفاش غادي تلقاه. البنات راه من اروع ما يكون، ما غاديش نقول لكم تجربوه حيت غادي تجربوه ان شاء الله، لانكم كتجربوا كاع الوصفه ديال الكيراتين اللي كنحط لكم. البنات راه رائع 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 ان شاء الله، غادي نزيدكم المزيد باذن الله اللي انا استفدت منه الحمد لله وعاجوا لي الشعر ديالي. اذا البنات اش غادي نقول لكم؟ ما سخطش بكم، وغادي نقول لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.